السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم التلميذة نور الهدى. أنا أحب العلم وأقدر قيمة العلماء وأستنشق عبق أسلاف الحكماء، فقد كان لعلمائنا المسلمين دور فذ في نهضة أوروبا في العصور المظلمة، وقد برعوا في شتى المجالات. حديثي لكم اليوم يدور حول شخصية من الشخصيات الرائدة في مجال الطب والكيمياء والصيدلة للكاتب محمد المطارقي، وهو عن أبو بكر الرازي الملقب بشيخ الأطباء المسلمين. ولد في مدينة الري بإيران سنة 865 ميلادية. كان في صغره يحب الغناء والضرب على العود، فنصحه أحد الشيوخ الحكماء بالقراءة والاجتهاد، فعمل بنصيحته حتى أصبحت القراءة ألذ وأمتع شيء في حياته. ولما بلغ 40 من عمره صار أشهر أطباء عصره، حتى أن الخليفة العباسي كلفه بإنشاء مستشفى في مدينة بغداد، وأسند له الإشراف على إدارتها. وفي داخل المستشفى كان يقوم بالتدريس، وكان يحضر القرود من مدينة زنجبار إلى مدينة بغداد ليجري التجارب عليها أمام تلامذه ليتعرفوا على تشريح أعضاء الجسم. ولقد كانت له ابتكارات كثيرة، حيث جعل من أمعاء الحيوانات خيوطا استخدمها في العمليات الجراحية، وألف العديد من الكتب تمت ترجمتها إلى لغات عديدة. نصيحتي لنفسي ولأصدقائي أن نستفيد من هذه القامة العلمية، لأنه استثمر حب القراءة في تكوينه المستمر في مختلف المجالات، واستغل وقته فيما يفيد، لأن الوقت نعمة عظيمة من الله، وكما يقال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.